قبل انطلاق الكوارتر الثاني بذكر بترتيب المجموعه الاولى الرياضي دائما بالصداره بست نقاط، واكيد فوز اليوم على هوبس في حال حصل راح يعزز الصداره. سلا المغربي عنده 5 نقاط، هوبس 4 نقاط، الوثبه السوري، اتحاد سكندر، والجامعه الامريكيه بدبي، كل واحد منهم ب3 نقاط. اتحاد اكيد قدر يفوز بمباراه اليوم على الوثبه وصار عنده 5 نقاط، بينما الوثبه صار عنده 4 نقاط. بالمقابل بالمجموعه الثانيه يلي عم يلعب فيها المنتخب الاماراتي مع بيروت، النجم الراسي عنده 6 نقاط، مايتي سبورتس 4 نقاط، بيروت 3 مثله مثل الاتحاد الحالي. بالمنتخب الاماراتي عنده نقطتين من خسارتين، اكيد الاتحاد والامارات هن اللي ما قدروا يربحوا ضمن هالمجموعه. فهد الخطيب، الرستم عم يدافع على فهد الخطيب، بيعرف كثير منيح الرستم فهد الخطيب. مروان الزيادي عم يجرب فادي، كان يستفيد من سكرين عم يعمل اياها ممدو ايضا تحت السله، ممتازه جدا المحاوله قيس شبيبي اللي عاد الى ارض الملعب، لكن عم يدافع منيح كان بيروت تحت السله. هيدا المطلوب، بدنا نكون اجريسيف تحت السله، ما نعطيهم سكند تشانس ابدا. يعني على صعيد الريباوند متفوق كان المنتخب الاماراتي بالكوارتر الاول 10-6. رستم عنده شوطين لأولي ما بينجح فيها، عنده 4 نقاط بهالمباراة أيضا. إلي رستم الثاني عم ينجح فيها، إلي رح تبقى البوزيشن أكيد مع الفريق اللبناني بعد الآن. سبورتسمان لايك فاول يلي حسبه الحكم مع علي مزهر، بياخذ المحاولة من برا وبسجل المزهر. المزهر من جديد بثلاثية ناجحة، حلوة كثير من علي مزهر، أخذ شوطه وهو مرتاح وقدر يسجل. يعني إذا بنكون موفقين بالأوتسايد جيم وكل برا بيلعبوا فيها زون نقدر بالتأكيد نسجل بالوقت يلي بجهة المقابلة. البريكي عم يسجل وعم برد بنفس الطريقة، محمد البريكي برجع الفارق مثل ما كان 7 نقاط. مروان زيادة عم يطلع لبرا ليستلم، رستم أيضا، إليه عم يلعب عليه ممدون دياي، الشمعون حلوه كثير لمروان زيادي، تشامب شوت وبسجل مروان زيادي اولى سلاته بمباراه اليوم. قلت لكم على الصعيد الدفاعي الكيمستري بين لاعبي المنتخب الاماراتي منا بافضل مستوياتها بالتاكيد، وقادرين نلاقي الجاب وقادرين تسجل باي وقت. ترن اوفر هون على محمد البريكي اوف ذا بانش، 5 نقاط لهاللاعب، اللاعب رقم 27. يلا يا بيروت قادرين ترجعوا اكيد تتقدموا بهالمباراه مع المزهر. الشمعون عم يستلم للرستم، الرستم لعلي مزهر بالمان تو مان ديفنس حاليا، ما بدهم يعطونا اكيد الفرصه انه نشوط من برا. عندما عم يلعبوا المان تو مان ديفنس يعني عم يصعبوا اكثر الامور بالوقت يلي هون الحكم عم يحتسب اوفنسيف فاول على مروان زياده. هيدا الخطا الثاني على مروان زياده، يعني شفنا بالاعاده قرار صحيح هالمره بالحكم. حكام المباراه هن السوريين عامر سيجري وهيثم كوجا، اضافه الى السعودي احمد خميس. ومروان زياده باسست علي مزر عم يقدر يسجل
نقطة الرابعة بالمباراة. حلوة كتير من المزر والأحلى كانت من مروان زيادة، طلع وسجل أميمه لمامادو دياي. البريك لمامادو بالأوبن شوت، مامادو ما بيسجل. المزهر بياخد الريباوند الدفاعي. علي مزهر، علي لمروان للرستم من جديد، الرستم لعلي مزهر ما بياخد الشوطة، بقرر يخترق لبرا للرستم. ليه هو بدوره بفوت على السلة. صفرة جديدة، حكم عم يحتسب خطأ على إلي رستم. تكنيكال فاول طبعا على رستم، يعني ممنوع المزح. مع الحكام هون اي كلمة بتكلفك تكنيكال فاول، هيدا الامر يلي لاحظناه بالمباريات السابقة. الفارق هو ثلاث نقاط، بيروت قدر ينزل الفارق بالوقت يلي مامادو دياي عم بيسلم حميد او حميد هاشل. مامادو دياي وكلوك فايوليشن، جود ديفنس كان عم يكون من بيروت، بوزيشن رح ترجع تنتقل للفريق اللبناني. مرقوا ال 24 ثانية وما قدر المنتخب الإماراتي يتصرف بالطابة. أكيد كل الأنظار اليوم على المباراة المقبلة، المباراة يلي رح ترجع تذكرنا ببطولة لبنان. عم بحكي طبعاً على مباراة الرياضي وهوبس يلي رح كون نحن وياكم سوا فيها مشاهدينا عبر الـ MTV ووان مباشرة بعد نهاية المباراة. فهد الخطيب للبريكي عم يطلع على السلة وعم يسجل بالدانك محمد البريكي. اوف ذا بنش سبع نقاط، ممتاز جدا اللاعب وسريع جدا بالفاست بريك. بالوقت يلي في محاولة لبيروت، محاولة جديدة ما عم ينجح فيها. مخرج يعني كثير حابب سلة البريكي، هي سلة استعراضية بطبيعة الحال بعد الاسس اللي عمله فادي الخطيب. ما قدرنا نشوف محاولة بيروت بعقل الاحوال، ما يعني ما راح عليكم شيء لان بيروت بقدر يسجل. بالوقت يلي فادي الخطيب بالجهة المقابلة عم يقدر يسجل وعم يعمل دبل فيجرز، أول لاعب بالمباراة بيعمل دبل فيجرز هو فادي الخطيب بعشر نقاط. امر منه غريب، امر منه غريب على التايجر. نجم كره السله اللبنانيه دائما حاضر، دائما بالسكور العالي. بالوقت يلي رسم لكريم، كريم بياخذ الاتمب من برا وبسجل. كريم عز الدين بلش يفوت. كريم عز الدين باجواء فريق بيروت وباجواء المباراه. 3 بوينتس لكريم عز الدين، فريق اربع نقاط. فادي دائما هو عم يطلع طابي ومروان زياده عم يطلع معه ليدافع عليه من دون اي اجنبي. حاليا بيروت على ارض الملعب بالوقت يلي البريكي مره جديده عم يحاول يطلع على السله وفي خطا. محمد البريكي كثير موبايل هاللاعب، عنده انرجي رهيبه بالفعل. شوف هون كيف دخل وقدر يحصل على الفاول. جيرون جونسون عم يدخل الى ارض الملعب. الخطأ كان محتسب على كريم عز الدين والتايم اوت لمروان خليل اللي بحديث بالوقت الحالي مع الحكام. يلا 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 كلوز اوت، خلياتي بول انسايد تانك نو بروبلم اتس اون مي. اوكي مين على فري ثرو؟ انا فري ثرو. After free throw, gonna make one time. Muhammad, if you stay here, okay? Mamadou on the right, Hamid, okay? Fadi, Ice, okay? One time, we're gonna trap before half court. One time, and we are back on two. Everything starts with defense here, and make sure you stay packing it in. And on the closeout, you go on a long closeout, forces to become a dribbler. That's happening every single time. Yeah, 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 yeah. One, two, three, defense. عشرين خمسة وعشرين. والبريكي على الفري ثرو لاين، بيرجع بمحاولته الاولى البريكي
اكيد الابرز هو الى جانب فادي الخطيب المتالق بهالمباراه لحد الوقت الثاني ما بسجلها البريك. يعني ارقام فادي هي 10 نقاط 6 ريباوندز و3 اسيست لحد الوقت. اذا 10 نقاط 6 ريباوندز و3 اسيست للخطيب. مزهر لكريم عز الدين بيروح على السول كريم. يا كريم دعانا كريم عز الدين. محاولة حلوة كتير من كريم عز الدين ما كملت معه لكريم. الفارق 5. فادي الخطيب مرة جديدة مروان عم يجرب يكون قريب منه دائما لفادي الخطيب. فادي بياخذ الاتامبت من المسافة المتوسطة ما بسجل. مزهر بريباوند دفاع جديد. علي مزهر الانطلاقة مع كريم عز الدين بيروح على السلة بوجهة فادي ما بسجل. مروان زيادة ايضا ما بيقدر ياخذ الريباوند. شوفوا الترانزيشن الدفاعية السريعة يلا قدر يعملها فادي الخطيب زعجه كتير لكريم عز الدين بوقت يلي احمد البريك بدوره مع مين جح تحت السلة. جيرون جونسون يلا يا جيرون يلا يا بيروت. جيرون جونسون جيرون 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 بلاقي سبيس لنفسه بياخد الشوطة ما بسجل. جيرون جونسون غريب يلي عم بصير مع لاعبي بيروت. يعني نسبة التسجيل عند بيروتي 45% فقط بهالمباراة لحد الوقت. يعني نشقوا ب 10 من 24 محاولة وعنده نسبة 40% من المسافة المتوسطة بالوقت يلي كريم عم يخترق السلة وفي خطأ لمصلحة كريم عز الدين. 6 من 15 يعني نسبة أكيد منا منيحة لبيروت. 40% عن التو بوينتس. والتبديل مرة جديدة عودة راشد أيمن إلى أرض الملعب ودخول عمر العامري لاعب رقم 10 عم يجرب قد ما فيه المدرب التونسي منير بن سليمان يخلي تشكيلته تكون سريعة على الملعب. كريم عز الدين ما بينجح انه يسجل لكن عندنا سكند شانس بالتأكيد بعد يونتي لكريم. كريم للشمعون. الشمعون بيقرر يختار. حلو كتير من الشمعون. حلو كتير الطريقة يلي كان عم يخترق من خلال الشمعون وعم يحصل الخطأ من فادي الخطيب. شوفوا بالإعادة هالحركة الموف يلي عمله إلي شمعون. طب طبعا رح تكون من برا مع تشيرون جونسون. الإعادة مرة جديدة روح رياضية أكيد من الخطيب. مزهر كريم عز الدين من جديد لعلي مزهر. علي بقرر يخترق. شو حلو يا علي شو حلو يا علي. ذكي كتير مزهر بالموف يلي عملها. خدعه تماما للاعب الاماراتي قيس الشبيبي ودخل وسجل. ما بيخاف من حدا ما عنده خوف ولا هيبه من حدا. شوفوا علي مزهر بالانطلاقه السريعه مثل السهم وصل وطلع وسجل بالسله. بالمقابل المحاوله للرد كانت من محمد البريكي ما عم تنجح. كريم عز الدين عم بيكون اجريسيف بالدفاع. هيدا امر مطلوب بصراحه. ببدايه المباراه كانوا بسهوله تامه عم يقدروا يوصلوا على السله. جيرون جونسون الخطا الثاني على جيرون ومن جديد محمد البريكي راح يكون موجود على الفري ثرو لاين. البريكي اكيد مع النسبه العاليه اللي عندهم اياها على خط الرميات الحره على المنتخب الاماراتي 70%. هذه المحاولة الثامنة من اصل 11 يلي بينجحوا انه يسجلوها. وايضا البريكي هون ما بينجح انه يسجل. علي مزهر لجيرون من جديد كريم للشمعون. الشمعون ايضا بقرر يخترق ما بيسجل. الشمعون غريب غريب يلي عم بيصير لكن جيرون جونسون كان قريب انه يسجل مرة جديدة لكن ايضا جيرون ما نجح بهالامر. مع البريكي لبرا للعامري. عمر العامري بدوره للخطيب. شوفوا سبين موب شو حلوه من الخطيب. باسكت ان لفادي الخطيب. ما معقول فادي الخطيب. شوفوا سبين موب الرائع اللي عمله فادي الخطيب تحت السله. رائع جدا الخطيب. ما معقول شو هاللاعب. الخطا الثالث على ديونتي هوكنز. فادي عم يجي على الفري ثرو لاين مره جديده.
ثلاث نقاط قدر يستفيد منها فادي بالهجمه مع جيرون جونسون. بيسلم كريم عز الدين، شوفوا سريعا عم يعمل منتخب الامارات سويتش بالديفاز بالوقت يلي جيرون جونسون كان طالع يعمل السله الاستعراضيه قبل ما يوقفوا محمد البريكي بخطا. بالاعاده مره جديده جيرون جونسون ايرلاينز كان بده يغط بالسله لكن الخطا كان عم بيكون من البريكي اللي عم يرتكب خطاه الثالث بالفاول ترابل البريكي. هذا امر جيد اكيد بالنسبه لبيروت لانه محمد البريكي صاحب 8 نقاط عم يعمل شغل كثير كبير على ارض الملعب واسرع اللاعبين بكل بساطه على ارض الملعب. جيرون جونسون نجح بمحاولته، هذه اول نقطه لجيرون بمباراه اليوم. عودنا اكيد جيرون انه يكون سكورر لفريقه. جيرون جونسون اللي سجل بالمباراه الاولى 30 نقطه والتقط 7 ريباوندز، كان عنده 4 من 6 عن 3 بوينتس جيرون جونسون، لكن بالمباراة الثانية اكتفى ب 15 نقطة فقط بالوقت يلي البريكي بعده على أرض الملعب، بعده عم يدخل، بعده عم يمرر والمحاولة من برا نحمد هاشل ما بتنجح. جيرون جونسون هو يلي عم يطلع الطابة وترن أوفر جديد على بيروت. أكيد ما عجب القرار لجيرون جونسون. هيدا التيرن اوفر يلي كنا عم نشوفه على جيرون، فارق 4 نقاط مع صالح سلطان، هو حاليا على البوزيشن 1 عند المنتخب الاماراتي. علي مزر عم يدافع عليه ومحاولة العامري لصالح من جديد الخطيب، محور اللعب كله عم يكون فادي الخطيب عند المنتخب الاماراتي بالوقت يلي جيرار حديديان عم يسجل دخوله من ناحية فريق بيروت. جيرون جونسون، جيرون جونسون، تركيز تركيز عروة يا جيرون عروة، بتضلك مستعجل. جيرون جونسون هالمرة عم يحصل على الخطأ، ممتاز جدا هالمرة الوضع أحسن بكتير. راشد أيمن ميني تيرن أوفر على كل فريق لحد الوقت بالمباراة. خمس أخطاء على كل واحد من الفريقين. جيرون رح يكون عنده محاولتين جديد. جيرون جونسون الأولي ما بينجح فيها، لاعب يلي دافع عن ألوان منتخب لبنان ببطولة غرب آسيا بالأردن، لاعب نادي المتحد أكيد يلي انتقل مع المدرب مروان خليل ليكون عم يشارك مع بيروت بدورة دبي. المزهر عم يترك أرض الملعب لرالف عقل، عم يجرب اكيد المدرب مروان خليل يشارك اللاعبينه بالوقت يلي جيرون جونسون حاول يستعرض بهي الطريقه. جيرون جونسون يعني ما بعرف شو بدي اقول لك يا جيرون، يعني لو زبطت مع جيرون جونسون اكيد كانت حتكون اجمل السلات الاستعراضيه بدور دبي، لكن شوف الاستعراض شو كلف فريق بيروت، كلفهم ثلاث نقاط من راشد ايمن. يعني جيرون انتهى بالاستعراض وراشد ايمن ما التهى ابدا وما ضيع وقته ليسجل ثلاثيه جديده مع جيرون حديديان. روتيشن عم بتصير اسرع، جيرون بيحاول يعوض بثلاثيه حلو كثير يا جيرون جونسون، حلو كثير. ست نقاط لجيرون، ممتاز جدا يلي عمله جيرون جونسون. اخذ الشوطه بثقه كثير كبيره. راشد صالح سلطان، صالح رالف عم بيدافع عليه، جود ديفنس من رالف عقل على صالح سلطان. صالح بيجبر يلعب لبرا لعند عمر العامري يلي بياخذ الاتامت، الريباوند ممتاز لجيرار حديديان. ما ننسى انه متفوقين علينا بالريباوند سنه 15 مقابل 11، دخول جيرار مهم كثير تحت السله والبوكس اوت اكيد مهمه بالوقت يلي جيرون عم يجرب يضرب من بعيد مره جديده، هالمره ما بينجح. الريباوند دفاع كان لفادي الخطيب، فادي لعند راشد ايمن، عمر العامري، عمر العامري من المسافة البعيدة عمر العامري. الفارق هو ست نقاط لمصلحة المنتخب الإماراتي. الثلاثية الثانية بالمباراة للإمارات، 50 ثانية وخمس أجزاء متبقيين على انتصاف اللقاء. You score now, he can score later on.
تنظيف الشباب. خمسين ثانية متابعين على نهاية الكوارتر الثاني وقت صف اللقاء. منتخب الإماراتي دائما متقدم على بيروت بفارق ست نقاط. بيروت يطالب أكيد بالفوز بهالمباراة. صحيح أربع فرق بدها تتأهل، لكن الإصرار كبير عند كل الفرق إنه تاخذ مراكز متقدمة تقدر تساعدها بالدورة الإقصائية المقبلة. عم بحكي طبعا عن دور ربع النهائي، مطرح ما رح يتأهل أربع فرق عن كل مجموعة. الرياضي طبعا مرتاح بصدارة المجموعة الأولى، مثله مثل النجم الراسي التونسي متصدر المجموعة الثانية. بوزيشن رح تكون لبنانية بهالهجمة مع رالف عقل، عم بجربوا يعملوا الفول كورت بريس المنتخب الإماراتي، لكن عم يطلع بالبريس بطريقة ذكية فريق بيروت مع رالف عقل. رالف للشمعون، الشمعون مجددا بالمان تو مان ديفنس. لاحظوا قد ايه مزعجين قد ما يعملوا المان تو مان ديفنس. رالف عقل ثلاث ثواني متبقي، يلا يا رالف مين راح ياخذ الشوطه؟ كريم عز الدين بيقرر يخترق، وحش كريم عز الدين ضيعانه. جيرار حديديان بياخذ الريباوند الهجومي، ورالف عقل ما بيقدر يسيطر على طاقه ضيعانه. يعني كريم عز الدين محاوله ما بعرف كيف ضاعت على كريم عز الدين. المحاوله الاخيره ممكن تكون بهالكوارتر. فادي الخطيب راح يلعب على اخر ثانيه بالتاكيد. فادي الخطيب، فادي بجرب يعمل له سكرين العامري. فادي بمواجهه كريم عز الدين، بتبقى مع فادي بده ياخذ الشوطه، ما عنده اوبشن ثاني. فادي ما بيقدر ياخذ الشوطه. جود ديفنس مره جديده من بيروت، فرضوا عليه حصار تام لفادي الخطيب يلي هون كان عم بيطالب بخطا، لكن بتبقى ارقام الخطيب هي اكثر شيء لافته. عنده دبل دبل مع نهايه الكوارتر الثاني، 13 نقطه و10 ريباوندز الخطيب، اضافه لثلاثه اسيست. ما خلص شيء، ست نقاط هو الفارق بين المنتخب الاماراتي وبيروت. فاصل اعلاني سريع مشاهدي ام تي في 1، ومن بعدها بنرجع الى صاله مكتوم بن محمد ال مكتوم بدبي الاماراتيه لمتابعه الكوارتر الثالث والرابع من مباراه بيروت ومنتخب الاماراتي.